السجل التجاري. الهدف الأساسي من السجل التجاري الإلكتروني هو وضع حد لعمليات التزوير والغش بالدرجة الأولى، وكذا تسهيل مهمة المراقبة التي تكون آنية، حيث أن الأعوان المكلفين بعمل الرقابة سواء هذه الأعوان كانوا تابعين لمدير التجارة أو مديرية الضرائب أو أعوان الجمارك أو حتى تجار عاديين، ينجموا بإمكانهم أن يقوموا بمراقبة أي عملية تجارية، وذلك بقراءة الشفرة الكود عن طريق الهاتف النقال الذكي، يكون مزود بكاميرا أو لوحة إلكترونية، وبإمكان العون كذلك العون المراقبة معرفة كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمتعامل الاقتصادي، وهذا في إطار تسهيل المهام وربح الوقت. هل فيه يعني العون اللي راح يقرأ من خلال هاتف النقال، يعني هل ممكن أي شخص أنه يقرأ، ولا هناك تطبيق يتوفر غير عند أعوان يعني العاملين في التجارة أنهم يقدروا المراقبين؟ هي فيها تطبيق يحمل من بوابة السجل التجاري. أي شخص يحمل هذا التطبيق هذا في الهاتف نتاعو، ويقرأ أي شخص في الدكان في المنزل اي قراءتك الشفره هذيك، ولكن انما برك القراءه للمراقبين. لا، المراقبين عندهم مزايا اكثر من الاشخاص العاديين. الاشخاص العاديين يخرج له برك الاسم واللقب، اي واحد يتعامل مع انسان واحد ينجم يشوف اذا كان داك التسجيل التجاري صحيح ولا مزور، ينجم بالتطبيق هذا يكون محمله في البورتابل تاعو في الهاتف النقال، ينجم يقرا داك السجل التجاري، اسكو هذا السجل التجاري نتاع داك الشخص بالذات ونفس المعلومات. ولكن فيما يخص الاعوان الرقابه عندهم تطبيق اخر وعندهم معلومات مزايا اكثر. يعني يعرفوا التفاصيل اكثر من مش الشخص العادي. عادي تفضل. نعم، هذا اللي باش نعرفوا. كننتقلوا الى الاحصائيات. نعم. فيما يخص هذه العمليه هذه، في السجل التجاري لويت انت موشنت الى غايه 31/12/2020، وهو كان اخر اجل مقبل لهذه العمليه، سجلنا 16282 سجل تجاري الكتروني. 16282 سجل تجاري الكتروني حامل رمز الكتروني، منهم 15422 يخص اشخاص طبيعيه و860 اشخاص معنويه، هادو كلهم عندهم سجلات تجاريه الكترونيه. هذا من بين العدد الاجمالي اللي ذكرته من قبل اللي هو 25429 تاجر مسجل، اي بمعدل 64%. حتى الان انا وصلت حتى 31/12 انا وصلين 64%، ونظرا لوجود عدد لا باس به من التجار الذين لم يقوموا بهذا الاجراء، قام المركز للسجل التجاري بتمديد هذه العمليه، وذلك الى غايه 21 فبراير 2021. يعني ما زالت في يدهم في الاستقبال، مجهزين لاستقبال هؤلاء التجار، لان هي عمليه سهله جدا وببساطه، عمليه تخص تعديل السجل التجاري. الشخص او التاجر المعني يجيب برك فقط السجل التجاري نتاعو الاصلي، السجل التجاري، ويقوم بدفع المستحقات نتاع التعديل، وفي في آنه هل في عملية إلكترونية مثلا انسان يقيم يعني خارج والا في فروع في البلديات، فيه يعني طرق ربما لتسهيل العملية هذه؟ لا، فيما يخص ولاية عين تموشنت عندنا فرع واحد على مستوى الولاية، موجود في مقر الولاية، يعني في الولاية الأم. نعم. التاجر خاص لابد عليه باش يتصل بينا باش يجي ويجيب لو ريجيستر كوماس، خاصو يجيب الاكستري اون لوي ميم، لوريجينال خاصو يجيبو يخلص، نعطيو باش يخلص لي فري، وفي في في يوم يدفعها الصباح العشيه يديه. نعم. او مثلا شخص حاب يحل سجل تجاري جديد، هل الوثائق على كهله يعني يستخرج وثائق كثيره، والا فقط يعني فيما يخص عصرنا السجل التجاري، كان المركز الوطني للسجل التجاري قام بتخفيض وتسهيل عمليه التسجيل في السجل التجاري، حيث كان عدد كبير من الوثائق حذفت، منها شهاده الوضعيه، شهاده الميلاد، شهاده السوابق العدليه. اذا ما بقى الا اثبات المحل، اثبات المحل اللي ونوعيه التجاره اللي راح يمارسها. لا، النوعيه هو يصرح بها. نعم، هو يصرح بها.